مساء الخير ورمضان كريم وكل عام وانتو وانتنا بألف خير بأول حلقة من عزوم. حلقة اليوم هي حلقة عزيزة على قلبي كتير لأنه نون النسوة هي اللي رح تكون مسيطرة على كل شيء بالشغل وبالبيت بكل محل ممكن نتخيله. هاي أنا مثلا جيتكم من عالم نون النسوة ورح أكون مرافقتكم عطول برنامج عزوم لندردش ونفتح مواضيع بتهمكم وتهمكننا. اليوم رح أحكي عن موضوع مهم جداً وجدير بالاهتمام وهو نون النسوة والنساء الفلسطينيات في المجتمع العربي عندنا في البلاد. للأسف وخلينا دايماً نكون صريحين مع حالنا، المجتمع العربي بيفرض على المرأة قيود وتحديات، وبهالمجتمع الضيق بيعيش فيه النساء الفلسطينيات وبتم التغاضي عن الأمور الحقيقية اللي بتواجه هذا المجتمع، المجتمع العربي ككل، مثل التحريض، العنف أو التعصب الديني. وقلنا إحنا النساء الفلسطينيات في المجتمع العربي في البلاد قضايا بتخصنا مثل قلة الفرص الوظيفية والتعليمية وأمور كتير غيرها. أنا مش عم بستثني حالنا من المجتمع وأفراد هذا المجتمع اللي إحنا منقدرهم واحد واحد، ولكن بحاول إنه نكون حقيقيين بتعاطينا مع الواقع. وثلاث أرباع حل المشكلة بيجي من إنك تتعامل بواقعية وتنتقد حالك وتسمع لانتقادات غيرك. المهم ضروري إني أخص بالذكر المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية مش المرأة بمفهوم الضيق للكلمة، هي المرأة اللي كانت وما زالت شريكة في كل طرق ووسائل بناء المجتمع اللي بيعتمد عليها بشكل رئيسي. ودايماً بنسمع إنه النساء بينادوا بالمساواة وبتحصيل الحقوق وكل هاي المواضيع، بس هون إحنا لنحكي عن إنجازات النساء في كافة المحافل. برضو يمكن كل حد فيكم يستقي أجمل القصص البطولية، يعني إذا شرب قهوة الصبح مع أمه وسمعها بتحكي على مواضيع أو مع إخواته أو مع زوجاته رح تكتشفوا قيمة الصبر الدفينة واللي موجودة عند الأم والأخت والزوجة وكمية التضحية اللي بذلوها هدول النساء للحفاظ على عيلة قوية متماسكة ومحبة. وهيك صار مناسب إنه نعلن عن عنوان الحلقة. طبعاً واضح وضوح الشمس من المقدمة اللي بلشت فيها إنه بتمنى إنها ما كانت مملة وما اعتبرتوها أنتوا تنظير عليكم، هي كانت مجرد دردشة بسيطة. عنوان الحلقة هو المرأة الفلسطينية حكاية أمل وتحدي. الأعزاء مشاهدات ومشاهدي قناة مساواة، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عزوم، البرنامج اللي بوصل للبيوت، بيوت المشاهدين والمشاهدات وبيوت ضيوفه، وبيطرح تساؤل عن موضوع معين، سؤال أنا شخصيا بحب أسمع جواب عليه وبلتقي مع ضيوف يمكن هن يقدروا يجاوبوا على أسئلتي، وأكيد أكيد رح يقدروا يرتبوا لي أفكاري. بهاي الحلقة من برنامج عزوم رح يكون معي مها شحادة سويطات، محامية بجمعية إتاخ معك وباحثة في العلوم الاجتماعية وأيضا مختصة بقضايا تشغيل النساء. مساء الخير. ورح تنورنا أيضا أسمهان جبالي، مربية ومؤسسة ومديرة جمعية حقنا بالعيش ومركزة العائلات المتضررة من قانون المواطنة والمتحدثة الرسمية باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ومواجهة مجموعات عرب ويهود وأيضا ناشطة اجتماعية سياسية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وأيضاً بحب أرحب بسامية عرموش، إعلامية ناقدة وباحثة سينمائية ناشطة اجتماعية والناطقة بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي ما بين الأعوام 2006 و2017 ومنسقة إعلامية ومحاضرة مستقلة بموضوعي السينما والإعلام. مساء الخير. أنا كتير سعيدة أيضاً إني أحاور ليان دريني وهي مركزة مشاريع بجمعية كيان تنظيم نسوي، أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً ويلا عزوم.
بدي ابدا من عند مها الحاج. مها، احنا بنعرف انه عندك تجربه غنيه بمجال تشغيل النساء بسوق العمل، واكيد تعرفتي على كثير صبايا ممكن باول عمرهم ببحثوا عن فرص عمل مناسبه. اذا بتقدري تحكي لنا هي التجربه وشو عملت كمان بمشاعرك هي التجربه، بمعنى انه انت مش بس بتستضيفي او تتعاملي مع بنات او صبايا او نساء، بس ايضا كمان يمكن بتعرفي بامورهم او بالتحديات اللي بيواجهوها ليدخلوا لسوق العمل. هلا عزيزتي، مساء الخير. اولا تصليح، ما شفت انا تجربتي مع النساء ومع الصبايا هي بمرحله ما قبل دخول سوق العمل وخلال سوق العمل وما بعد الخروج من سوق العمل، من خلال تمثيل النساء بقضايا عملية، من خلال محاضرات رفع الوعي اللي بعملها للنساء، من خلال شغل تغيير السياسات اللي بعمله باللجان المختلفة اللي أنا موجودة فيها. بقدر أقول لك إنه النساء العربيات والصبايا العربيات بمرقوا عدة تحديات لدخول سوق العمل على مستوى شخصي وعلى مستوى مؤسساتي. بعدنا لليوم عم نحكي على صعوبة بإيجاد أماكن عمل للنساء العربيات، خاصة بسبب أماكن السكن وقلة المواصلات اللي بتوصل من أماكن سكن تبعت النساء لأماكن العمل. عم نحكي على صعوبة في الانخراط في سوق العمل كمان، لأنه ما في أطر ملائمة للأطفال. بعدنا عم نحكي على بلداتنا العربية اللي ما فيها أطر بتبدأ من ساعات مبكرة، ولا أطر اللي بتنتهي بساعات أكثر متأخرة من الساعة 1:30 2. عم نحكي على تمييز اللي بتواجهه النساء العربيات بسوق العمل، إن كان على خلفية كونهن عربيات، إن كان على خلفية كونهن أمهات، على خلفية حمل وولادة وأمومة، وإن كان على خلفية البعد من أماكن العمل، معتقداتهن الدينية والسياسية وغيرها. عم نحكي على واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهها نسائنا العربيات بالدخول سوق العمل، هو كل موضوع الاشتراط الأقدمي بدخول سوق العمل. خلافاً عن الصبايا اليهوديات اللي بخلصوا شغل يجوا مع تجربة من الجيش، الصبايا العربيات بخلصوا صف 12 ودغري بنخرطوا بالتعليم أو بنخرطوا بسوق العمل. وبهاي الحالة لما أماكن العمل تتطلب أقدمية فيتك لدخول سوق العمل، نسائنا ما بيكون في عندهن. وحتى يعني حتى بقلب سوق العمل هن بواجهوا تحديات كبيرة بالتقدم، بالحصول على وظائف أكثر كبيرة، وظائف كبيرة، وظائف متقدمة بسوق العمل. واحدة من عم نحكي على رمضان، واحدة من التحديات الكبيرة تبعت نسائنا بسوق العمل فترة رمضان كمان هي ساعات العمل الطويلة اللي بتصعب عليهم كمان بسبب الصيام. السوق بعده لليوم غير ملائم للنساء العربيات وما بتفهم احتياج النساء العربيات، فكمان موضوع الصيام، كمان موضوع الوصول المتأخر إلى البيوت، كل هاي تحديات اللي النساء العربيات بتواجهها لليوم بسوق العمل، كمان بالدخول كمان بقلب سوق العمل. والإضافي هو إنه إحنا كتير مرات ما بنعرف الحقوق اللي بتطلع لنا، فبالتالي إحنا بنقبل كمان نشتغل بظروف مسيئة. وأنا هون ما بحط أي مسؤول على النساء، لكن بقول إنه ورفع الوعي كمان بيجيب تحسين وضع النساء بسوق العمل، وهي واحدة من الشغلات اللي إحنا اليوم بجمعية إتاخ معك لها المحاضرات التوعوية للنساء. طيب أنا بدي أعرف منك يعني بشكل شخصي شعورك وإنت بتتعاملي مع هدول النساء، يعني لما بتوصلك صبية بدها تشتغل أو بدك تساعديها بأمور معينة، أكيد في إشي شعور إلك شخصي بتشكليه بينك وبين هاي الشخصية. شعور مختلط. أول إشي في شعور التضامن المعين، لأنه أنا بنفسي امرأة عربية اللي واجهت كتير تحديات لوصلت لليوم وين أنا موجودة. في شعور فخر لأنه بشوف يوم عن يوم قديش نسائنا العربيات عندهن قدرات وعندهن قدي عندهن صبر وقدي عندهن قوة يتحدوا كل التحديات الموجودة بسوق العمل. وطبعاً في شعور الغضب، الغضب على المؤسسات، على مؤسسات الدولة، على التضييق اللي بيعملوه للنساء العربيات بسوق العمل، وعلى إنه لليوم السوق بعده غير ملائم للنساء العربيات، وبعدنا لليوم عم نحكي على نفس الصعوبات بالأطر وبالمواصلات وباللغة وبالتمييز ضد النساء. يعني عم تمرق كتير سنوات بعدنا على فرق الأجور بين النساء بين النساء والرجال وبين النساء العربيات وباقي العمال بسوق والعاملات بسوق العمل. فبيكون شعور
مختلط، يعني مشاعر مختلطة. طب خليني أنتقل لأسمهان جبالي. أسمهان، أنا سبق والتقيت فيك ببرامج مسبقة على مساواة، وتحديدا برنامج بانوراما، ما بعرف إذا أنت بتتذكري، بس مش الكل بيعرف قصتك. هاي القصة اللي فيها جد كتير من الصمود ومن التضحية، يعني بنقدر نحكي عنها أنه هي كمان قصة أمل وتحدي، إذا بتحب تشاركي قصتك. يعطيكم الف عافيه. طبعا مش مفهوم ضمن الاستضافه هيك انه نختار نساء الهن بصمه بمجتمعهن. انا بامن انه وين في نساء في قوه، في امل، في تحدي، في عطاء، في انتماء. فانا اسمهان جبالي، انا مركزه العائلات المتضرره من حموم المواطن، كمان انا واحده من هاي العائلات، انا جزء من هاي العائلات. فهيك انا بلخص قصه التحدي لإلي، اني انا أنا بنت، بدي أحكي مش بنت، بنوت صغيرة، عمري 16 سنة ونص، كنت حامل بابني الكبير. أنا أم لثلاث شباب، ل 27 22 18. ففي الحمل الأول أنا كنت عمري 16 سنة ونص، ولما أجى موعد الميلاد أنا انولدت لعائلة فلسطينية، أم وأبو اثنين فلسطينيين، ما معها هم كانوا إسرائيل، ما معهم هوية زرقاء. فلما أنا كنت 16 سنة ونص كنت حامل، وبلش كل الألم والمخاطع الولادة، أنا كنت 16 سنة ونص في المستشفى وما استقبلونيش لأنه معيش هوية، فكان لازم إنه جوزي يجيب مبلغ كبير، شك مبلغ كبير يعطيه عشان هم يفوتوني على غرفة الميلاد. لما جوزي راح ورجع في الشك، فصعب إنهم يفوتوني على غرفة الميلاد لأني فقدت الوعي، فاضطروا إنهم يفوتوني على غرفة عمليات، فهيك بدهم المبلغ مضاعف كمان. فمن هنا بلشت مسيرتي، النضالية، إني استحقاق حقوق هاي الناس، هاي العائلات، إنه قديم صعوبتهم. أنا كمركزة لهذا القانون لهاي العائلات، أنا على جلدي أول سنة عشت ألم هاي العائلات. اثنين، أنا بديش التجربة اللي أنا خطتها والألم اللي أنا خطته من جيل صغير بدي أوفره على هاي العائلات. ما بدي، يعني مش شرط إنه يكون عمرنا 60 سنة عشان يكون عنا الخبرة 60 سنة، مجرد أن نقعد ونتعامل ونسمع ونتعلم من ابن 60 سنة بتصير علم، يعني نكتسب احنا هاي خبرته. فهذا أنا اللي هلأ عم بعمل فيه، رسالتي للمجتمع، كيف أنا أساند هاي العائلات، كيف العائلات تاخذ حقوقها، كيف هاي العائلات نرفع الوعي، وكيف مجتمعنا كمان يتقبل هاي العائلات بدمجهم. هاي العائلات بتعاني من استيغما، ابن الضفاوي، ابن الضفاوية، هاي العائلات بتعاني من انهم يعملوا اقتصاد يعني عشان يثبتوا باولادهم هم اولادهم. هاي العائلات مش هي ابو تنقص على اولادها، هاي العائلات بتعاني من قانون السير ممنوع اللي معاه رخصة دولية بكل دول العالم باستثناء اسرائيل. كثير صعوبات ومعاناة يومية بتعاني منها هاي العائلات، اللي انا عم بعمل تطوعا برافق هاي العائلات لرفع الوعي عند هاي العائلات عشان يعرفوا كيف ياخذوا حقوقهم وحقهم ينتزع، كيف يعبوا الاستمارات بطريقه صحيحه. نضالنا كان على مدار سنين الاستمارات كانت تعبى وتقدم للداخليات، لمكاتب الاستيراد منين؟ مكاتب الداخليات في الدوله بس بلغتين، الانجليزيه والعبريه. احد الصعوبات لهي العائلات هي اللغه العبريه، فمرافقه هاي العائلات التي تعبت الاستمارات بطريقه صحيحه، تعليمهم اللغه العبريه، كيف يحاوروا الموظفين اللي موجودين على مكاتب الداخليه، عنصريه هناك، عنصريه اللي على جلدنا جربناها. فلهيك احنا عشان نخفف هاي المعاناه من الاف العائلات، نعم نرافقهم تطوعا ليعرفوا كيف حقوقهم، كيف ياخذوا حقوقهم، وكيف يكونوا مقبولين ومدموجين داخل مجتمعنا العربي كمان. يعني انت اللي انخلقتي وانبنت شخصيتك من رحم هاي المعاناه، انت اليوم قاعده عم تعطي الدعم كمان للعائلات برضه المتضرره من كل الامور العنصريه اللي احنا بنواجهها. طيب بدي انتقل ل انا هنا بس بدي اضيف شغله، انه احنا مسيرتنا النضاليه هي شقين، الشق الاول من ناحيه حقوقيه في لجان الكنيسه، انه هناك احنا بدنا سقط توقعاتنا انه ننزل القانون، نلغي القانون، هو مش قانون، هو مقترح قانون اللي كل سنه بيتم تمديده. صحيح. هناك احنا انه تمام اذا القانون بده يكون، يعني بنطلب من هاي العائلات تعمل فحص دي ان ايه، فحص دي ان ايه الواحد بكلف 4500 شيكل، العائله اللي عندها 6 اولاد بدها تعمل 6 فحوصات. فاحنا شو بدي احكي، انه بدنا نلين، بدنا قديش نعدل في بنود القانون. مسيرتنا النضالية الأولى الشق الأول منها هو مرافقة المرافعات القانونية، المرافعات من ناحية القانون في لجان الكنيسة، كيف إحنا نغير في بنود القانون. المسيرة الثانية هي مرافقة العائلات، وعي العائلات، رفع الوعي عند هاي العائلات. كثير من هاي العائلات بتقع تحت فخ المحامين اللي كلاتهم زملائي مع احترام شديد لإلهم، ولكن كثير عنا ما يقارب
الثمانين ملف العائلات دفعت مبالغ طائله من 20 ل 30 الف شيكل لمحامين، وبالاخير طلع ما لهمش ملفات اصلا في الداخليه. صحيح. فكمان رفع الوعي لهي العائلات ورافقتهم لكيف يفهموا شو حقوقهم، كيف يحصلوا على حقوقهم، هذا الشق الثاني من عملنا. كثير مهم. طيب انا بهذا الوقت بدي انتقل لليان ولسامي، يعني شو رايكم انتم تحكوا لنا اول شيء قصتكم؟ انا بعرف انه وراء كل قصه نجاح في تجربه مليئه وزخمة، ما رح أخليكم تبلشوا من ورا كتير، من أول ما تكون هذا الحلم تبعكم، ممكن تكونوا أنتوا بالجامعة، ممكن تكونوا أنتوا بالمدرسة، وصلتوا هلأ لوين، وكيف صار هذا الحلم، وكيف كبر هذا الحلم، وكيف عرفتوا أنه بدكم تفوتوا بهذا المجال بالذات وتسجلوا هاي قصص النجاح. نبلش من عند سامية ولا من عند ليان؟ سامية تفضل. يعطيكم العافية جميعا، أنا كثير مبسوطة أكون معاكي مرام، وخاصة إحنا كان في بناتنا تعاون كثير طويل بالسنوات اللي فاتت. مبسوطة أكون كمان مع كوكبة من النساء الفلسطينيات بالداخل اللي عن جد في لهن البصمة تبعتهن. أنا من جيل كثير صغير كنت عارفة حالي إنه رح أشتغل بمهنة اللي فيها كتابة، ما كنتش محددة بعدني وأنا عمري 13-14 سنة إنه المهنة هاي رح تكون صحافة، بس من وأنا عمري 10 سنين أمي حستني وشجعتني إنه أكتب مذكرات خاصة لإلي. لاحقا هاي المذكرات كانت بمثابة خطة إشفاء لإلي، لأنه والدي توفى وأنا عمري 14 سنة، ولقيت حالي إنه الكتابة عم تشفيني، والكتابة هيك أكثر قادرة تركز أفكاري وقادرة هيك ترسم لي خط الطريق. بجيل 16-17 كنت صرت عارف حالي إنه أنا بدي أكون صحفي، كان الهدف تبعي عن جد إنه أنا أكتب بمجالات اللي هي تقدر تأثر. اشتغلت بصحافة طبعاً مكتوبة، بصحافة مرئية 7 سنوات قبل ما وصلت لبلدية حيفا، وهناك قضيت 11 سنة. اليوم بشتغل أكثر بالمجال الإنتاجات الوثائقية، وكثير بهمني إنه أنا أجيب على الشاشة تجارب نسائية ناجحة، كثير بهمني إنه البروفيل تبع النساء اللي بدها تتصدر الشاشة، وخاصة لأني بشتغل مع تلفزيون اللي هو مؤسساتي، فبهمني إنه أنسف وأخطر كل الحواجز وأقدر عن جد أجيب للمقدمة نساء فلسطينيات من الداخل اللي قدروا يحققوا إنجازات وبقدروا عن جد يشكلوا إلهام لغيرهم. هذا هيك بكثير. جميل. طب خليني أنتقل لليان. ليان أنت بمركزة مشاريع بجمعية كيان تنظيم نسوي، وأنت كمان أكيد عملت كتير لوصلتي للي أنت فيه، فخبرينا أكتر على تجربتك وعلى قديش حسيتي مهم كل هذا التعامل بتتعاملي مع النساء والإنجازات اللي بتشوفيها والصعوبات اللي بيواجهوها. طيب شكرا لك أول إشي كمان على الاستضافة، سعيدة بوجودي معكم. يمكن بحب أبلش من التخصص تبعي. أنا أكاديميا التخصص تبعي هو علم نفس مجتمعي، وأنا كمان تخصصت بجامعة بيرزيت. علم نفس مجتمعي هو طلع من جنوب أفريقيا، والاسم تبعه الأساسي علم نفس تحرري، وهذا هذا الموضوع هو طلع بالأساس ليحكي كل الشعوب المستعمرة، وهالقد بركز على أهمية إنه إحنا ما نروحش زي كأنه على الحقل بنظريات جاهزة ونطبقها، بل إنه إحنا نلائم، يعني إحنا نطلع من الحقل، إحنا نطلع بالنظرية، وبالتالي هيك إحنا ما نكونش عم نفرض أي شيء، ونكون عمالنا بنمشي بخط أفقي. يعني الناس اللي أو المؤسسات، خلينا نقول، أو الفاعلات والناشطات والناشطين بالعمل المجتمعي، مرات كتير هذا بيكون إخفاق، إنه إحنا زي كأنه بنتطلع على الناس وبدنا نقول إيش بدنا، إيش لازم ينعمل وإيش لا، بس بالحقيقة على نفس مجتمعي أجا ليحط هذا على الإشي بشكل كتير واضح، إنه الشغل بيكون بشكل دائما افقي. وتجربتي يعني كمان بجامعه بيرزيت، وكمان هذا الموضوع بفكر هو الشيء اللي شكل الهويه تبعتي، الهويه الاجتماعيه والسياسيه كمان. وبالتالي لقيت حالي كمان مع جمعيه كيان اللي هي هالقد لها هويه سياسيه واضحه وتوجه فكري واضح، اللي بتطلع على الامور بشكل جذري.
فهذا يعني هذا بالأساس. تمام، في بيننا إشي مشترك إنه إحنا التنين خريجين جامعة بيرزيت. على كل الأحوال بدي أفتح هيك حوار مفتوح معكم، حكينا على كتير الصعوبات اللي بتواجه يعني بسياق الحديث تحدثنا عنها، بس بدي أسأل كيف قدرتوا تتخطوا هاي الصعوبات؟ وبنعرف إنه كل حدا مرات بحاجة لحدا يدعمه، يعني بنسمع بقصص إنه أنا لولا أمي كانت معي ما عرفت أوصل، لولا دعم أهلي، لولا دعم شخص معين ما قدرت أوصل. فبدي أعرف من تجربتكم الشخصية كيف قدرتوا تكملوا وتتخطوا هاي الصعوبات؟ نعم، مين بحب يحكي؟ هيك أنا الداعم الأول لليوم من وأنا عمري 16 سنة لليوم 44 سنة هو جوزي. فأنا بآمن إنه دعمنا بيتنا، كل امرأة اللي بدها تتواجد بالحفل مهم جدا الدعم اللي بيجي من البيت من العيلة، فكثير مهم. وأنا الدعم من هناك، يعني كل نجاح أنا بوصله، كل شهادة أنا بخلصها وبتكون معي، كل وسام أنا بوصله، كل إنجاز بحققه أنا بهدي لبيتي، لجوزي وولادي في البيت، لأنهم جد هم الداعمين لإلي لحد اليوم. أنا بخلص شغلي بنضم لها كمان مجموعة، بنضم لها كمان إشي تعليم، بنضم لها لتواجدي في المؤتمرات، تواجدي في كل محل بالحفل، تواجدي بالحفل، الدعم والشركاء لإلي في كل نجاح أنا بحققه هو جوزي وولادي. فأنا بآمن في الشراكة، ومن هون أنا بحكي لهم إنه يعني هيك من الصبح أصحى من جوزي ومن أولادي يحكوا لي كل عام وأنت بخير، لأنه عيد الأم يوم الأم، فهيك وبنفس الوقت إنهم داعمين لإلي وفاهمين إني أنا اليوم كل النهار أنا موجودة معهم في البيت، فمش مفهوم ضمناً. فكمان إحنا دورنا كنساء كيف نربي أولادنا، كيف ننشئ بيوتنا على إنها تكون داعمة للمرأة، هتكون متواجدة في الحفل، مش مفهوم ضمنه. مش مفهوم. طيب يعني أسمهان ما أخذك كتير وقت لتجاوبي على سؤال مين دعمك، ما بعرف إذا في حدا قادر يفكر بشخص دعمه بهاي المسيرة، مسيرة النجاح، مسيرة التحدي والأمل اللي وصل لها. مريم، أنا بحب أقول مداخلة. أول شيء بحب أعزز اللي قالته أسمهان، أنا كمان زوجي دعمني، بس لما إحنا بنحكي على دعم ممكن جدا مرات انه الناس اللي عرقلت لنا مسيري او الناس اللي كانت مرات صعبه معنا هي كمان شكلت محفز بطريقه غير مباشره لإلنا تنتخطى الحواجز وتنقدر عن جد نتعامل مع التحديات. فالحياه مرات هيك بتجيب لك لحد باب بيتك تحديات انت بتكونيش عامله حسابها. يعني انا بقدر اقول لك من تجربتي الشخصيه، وفاة والدي خلقت داخلي وأنا بجيل 14 رغبة بأنه أنا أثبت نفسي وأنا أكون أمام الجميع وعلى مرأة الجميع أفرج أنه أنا ناجحة ومش اليتيمة المسكينة. يعني كنت بدي أطلع من هذا المحل أنه يا حرام أبوهن مات، عرفت كيف؟ فمرات في عندك تحديات وظروف حياتية اللي هي ممكن تكون الداعم بطريقة غير مباشرة. طبعاً لا شك أنه كمان شريك الحياة هو ممكن يكون داعم، ممكن يكون معرقل وبالتالي محفز غير بطريقة غير. حبيت أنا هاي النقطة اللي طرحتيها سامية، فعلا إنه في كتير أشياء مرات نقاط تحول تمرق فيها البني آدم بالحياة هي بتشكل حافز لإله ليكمل ولا يعطي أكتر. بس في سؤال دايما بسألوا النساء، لو ما في عندهم دعم من وين يجيبوا الدعم؟ بسألوا إنه بدهم الناس بتدور دائما على دعم، فلما ما بتلاقي الدعم مش بس لازم تنتظروا من الظروف، مرات بدور الواحد على دعم من أي طريقة كانت ومن أي مكان كان. إذا في كان عندكم نصائح للنساء من وين بيقدروا يخلقوا هذا الدعم؟ أنا بدي أكمل بس مرام الخط اللي نقال قبلي وأقول إنه الدعم كمان يعني بيجي من البدايات من البيت. أنا كامرأة اللي ربيت ببيت وبتعرف من وين إجت كمهجرة من صفورية وبتعرف شو عانينا لو وصلنا لوين وصلنا، وبتعرف قديش الناس اللي ساكنين معي بالحي بالصفافري قديش عانوا وقديش في صعوبة كان للنساء إنهن ينخرطوا بسوق العمل، أصلاً قديش في صعوبة يطلعوا على المدارس ويكملوا التعليم. وكوحدة اللي ربيت ببيت لوالدين جداً جداً داعمين واللي هن بنفسهن قدوة لإلي اللي بديوا من السفر وقدروا ينجحوا ويوصلوا وين وصلوا، فهاي كانت البداية. وبعدين بتصير بعد البداية بصير زي ما قالوا الزوج اللي هو جداً جداً إنسان داعم، وبدونه بدون الدعم بدون المكان الآمن بقلب البيت
صعب التقدم. يعني احنا اليوم بنشتغل ساعات طويله، انا بالحاله تبعتي اسا مفروض اقدم دكتوراه، وبالصيف مفروض اطلع على هارفارد اكمل تعليم غاد بوست دكتوراه لسنه، فبدون شبكه داعمه انا ما بقدر اعملها. وبعدين بيجوا الاولاد بيكملوا كمان هاي الطريق تبعت الاهل والزوج وعائله الزوج، بيجوا الاولاد اللي بصيروا مش بس داعمين، بصيروا بصير بدنا نكون لإلهن قدوه. وهذا بيجيب لسؤالك انه اللي ما بيلاقي داعم من وين ياخذه. اليوم احنا كنساء اللي قدرنا يعني نتخطى التحديات ونوصل، اليوم احنا عم نحاول كمان نكون قوه ونحكي قصتنا قبل نساء ثانيه، لحتى النساء اللي ما بيلاقوا القدوه عندهم بالمحلات الامنه تبعتهم وبالبيوت، والنساء اللي عندهم كمان صعوبات ما عم بيقدر يواجهوها، يشوف قصص اللي هي قصص نجاح، وقصص نجاح اللي ما اجت بهوين. يعني صحيح. انا بفكرش وحده من الموجودات اليوم وصلوا بالهوين لوين للمحل اللي وصلوا فيه. كل واحدة كان لها مثل ما حكت ظروف معينة مختلفة عن الثانية، ولكن هي اللي شكلت لها محفز، وهذا إشي كتير حلو. أنا بحب أسمع منك ليان، لأنه حاسة في تمك حكي شوي صغيرة على هذا الموضوع. طلع أنا بفكر أكيد بوافق مع فكرة أنه الإطار العائلي هو داعم كتير كتير قوي اللي بيكمل، يعني ببلش معك وبيكمل دايما، أنه هو يكون هذا الإطار الداعم والمحفز دايما. وبحب أضيف كمان شغلة، يمكن كمان للنساء اللي بتلاقيش حواليها أطر داعم إن كان العائلة أو حتى أي أطر اجتماعية أخرى، أنا اللي بفكر فيه أنه الفكر أو الرسالة المجتمعية أو الإيمان بحتمية إحداث تغيير ما، وأنا بدي أكون منخرطة بهاي العملية، فهو كمان بسلحني بالقوة، بسلحني بالإيمان بالاستمرارية. يعني وبالرغم من الصعوبات، إسا هذا الحكي ببين مرات شوي كل شيء ونظري بوافق على الآخر، بس مع كل هذا بفكر إنه ولو كان بدرجة كتير بسيطة، بس مبلا في إشي اللي بيقدر يحفزنا ونخلينا نكملات بالصعوبة اللي ممكن تكون موجودة. طيب أنا هلا بدي أنت أنا هلا بدي أسمح لحالي أضيف كمان شغلة مهم جدا، إنه في داخل كل امرأة محفز طاقات رهيبة اللي ممكن هي تستمد، بس إنها تنظر لداخلها تشوف قديه هناك في قوة رهيبة، في طاقات بتجنن اللي بس هي تعطيها محل مجال انها تطلع، تعرف كيف تنمي هاي الطاقات الموجودة. فكل امرأة موجودة على وجه الكرة الأرضية، مش مهم من وين هي، شو ديانتها، شو قوميتها، من وين هي، مجرد انها امرأة هي كتلة طاقات إيجابية معطاءة مليان، بس تعرف كيف تفجر هاي الطاقات، تطلع هاي الطاقات من جوا. فمين الداعم لإلنا؟ احنا من جوا، احنا النساء كشخصيات نسائية، احنا من جوا قوة رهيبة. يعني كل مرأة بتقدر تلاقي المحفز وتخلقه هي لهذا المحفز لتكمل مسيرة نجاحها أو تطورها. طيب بدي مرام ما حبت أنهي بجملة واحدة، لأنه إحنا ذكرنا كل النقاط اللي فعلا هي بتشكل مصدر الدعم لإلنا كل واحدة من منظورها، وفي كتير تشابك كان حتى بالآراء وبوجهات النظر المطروحة. قضية التشبيك النسائي هي كمان شبكة اللي هي داعمة، واليوم بالسنوات الأخيرة مش اليوم، يعني نقدر نقول من 4-5 سنين النساء العربيات الفلسطينيات بالداخل وعيات، لأنه قضية التشبيك النسوي هي إشي جدا ملح وجدا مهم نشتغل عليه ونعززه عشان نقدر عن جد نشكل رافعة واحدة للثانية بالمجالات وبالأطر بالميادين المختلفة. أنا من ناحيتي أنه تم تحفيزي بمجرد أنه حكيت هاي الحوار الحلو اللي جمعني فيكم، لأنه فعلا أنه بتشكلوا هذا نوع من تعطوني أمل ودافعة ودعم، وهيك أنا بقدر ألاقي محفز أكتر أني أنا أنجز كمان بعملي أكتر، وأنه أنا كمان أعمل بعائلتي، وأنه كتير إشياء. فعن جد التشبيك النسائي إشي كتير مهم، مثل ما هلأ ذكرتي سامية، واللي إحنا بنعمله هلأ كمان نوع من التشبيك النسائي. بدي أحكي شغلة تانية وبدي أسأل سؤال تاني، إنه لما بتسمعوا أنتوا القصص من إمياتكم، كيف بتقدروا تعملوا مقارنة بين الجيل القبل وجيل هلأ، وبتلاقوا فروقات وبتقدروا تحكوا إنه هون هن كانوا أحسن منا، هون إحنا أحسن منهم، ولا كيف بتقدروا تتصور الصورة بين الجيل القديم وإحنا جيلنا هلأ؟ ممكن أنا أبلش بهيك، بإنه اسمعوا إمياتنا وجيل قبل
بتعلموش لا اقتصاد ولا سياسي ولا شيء، بس الجدات ما بس النساء قبل كانت تبيع، كانت الارمله تكفي لنا هيك تستمد قواي وفاقوتي منها، اللي هي ارمله اولادها الاربعه، ربط اربع اولاد وهي ارمله وهي تبيع بس من بوكسة بندوره وبوكسة باذنجان، ما حدا علمها حساب ولا حدا علمها اقتصاد ولا حدا علمها، ولكن هي ربت واطلعت اثنين دكاتره، واحد صيدلي واحد مهندس. هاي قدوه النساء زمان، امياتنا وجداتنا هن مدرسه لإلنا، كيف انه احنا يعني ما نحكي انه احنا تقدمنا وتطورنا بس بالتكنولوجيا وبالشهادات اللي احنا فيها، كمان جداتنا وامياتنا ربونا واطلعوا وانشأوا جيل اللي هو قدوه لمجتمعنا هلا، لجيلنا هلا، كمان هم احنا بنتعلم منهم، بنتعلم منهم القيم. اميات الجيل السابق كان اغلبهم اميات، ولكن احنا بنسمع كيف بتحضن اولادهم. وفي دكتور مؤلف عنده كتب حكى انا امي كانت تسمع لي مع انها لا تفقه اللغه العربيه، بتعرفش تقرا وتكتب، امي اميه، بس انا لما كنت اقرا لما شافتني تشوفني اتأتأ توقفني، معناها في شيء غلط، ارد اعيد، وهيك انا وصلت لدرجه الدكتوراه، ولما سلموا الدكتوراه اخذها لابنه. فامهاتنا جداتنا هن قدوتنا، كيف استطاعوا بدون شهادات ودبلومه ودكتوراه وعلقت على الحيط على عرض الحيط، ربوا جيل اللي هن عم بقودنا هلا في الوقت اللي احنا فيه. مها انت شو رايك؟ انا بدي اقول لك انه الفكره اللي دائما بتدفشني لقدام واللي دائما بحكي عنها كثير، انه نسائنا الفلسطينيات من البدايات كانوا دائما عاملات، كانوا دائما اقوياء جدا. يعني احنا عم نحكي اليوم على حتى قبل عصر التطور والتكنولوجيا، النساء العرب الفلسطينيات كانوا يشتغلوا بالحقل زي الرجل. احنا اليوم عم نحكي زي كانه الامراه اللي بتعمل هذا الشغل هي امراه مختلفه عن الباقيات، لكن هيك احنا هاي البدايات تبعتنا. الامراه الفلسطينيه من البدايات زي الرجل موجوده بالعمل وبالحقل، ما كان في التطور التكنولوجي، كان في الحقل اللي كانوا يشتغلوا فيه، وكانت الامراه الفلسطينيه زيها زي الرجل. فبالنسبه لي الامراه الفلسطينيه هي نسويه بدون اللقب تبع النسويه وبدون التعليم تبع ايش معنى نسويه، هي ممارسه. والأمر الإمرأة الفلسطينية إن كان أمي وإن كان جدتي وإن كان النساء اللي بعيلتي كمان من قبل وإن كان عماتي وإن كان كلهن نسويات بدون اللقب تبع النسوية، إنما نسويات بالممارسة. والنساء الفلسطينيات منذ البداية كان نساء اللي هن قويات، ونساء اللي هن قدروا يتحدوا كل الصعوبات اللي إحنا اليوم حتى ما بنقدر نتخيل شو الصعوبات اللي مرقناها إحنا اليوم مرقوها. احنا اليوم عم نحكي على تحديات وصعوبات، لكن الصعوبات والتحديات اللي مرقوها النساء الفلسطينيات خاصة بكل ما يخص النكبة هي تحديات اللي احنا اليوم ما بنقدر حتى نتخيلها. حلو سامية، أنا عم بشوفك جميل الحكي اللي قاعدة عم تحكي مها، بس أنا قاعدة عم بشوف سامية عم بتهز براسها عم بتأكد على كل شيء عم ينحكى، بحب أسمع منك. أنا طبعاً موافقة مع اللي ذكرنا، اللي قالته أسمهان واللي قالته مها. عندي إضافة بسيطة بس هقول إنه أضف لأنه جداتنا وأمهاتنا هن قدواتنا، هذا لا شك فيه، وأضف لأنه فعلاً نسائنا الفلسطينيات كانوا سباقات وكانوا مع فكر جداً متنور مع قلة الإمكانيات اللي التعليمية الأكاديمية، ولكن كان في عندنا حكمة وكان في عندنا حنكة. الإشي الوحيد اللي بقدر هقول اللي أنا ما مشيت على خطى والدتي أو على خطى جداتي، إنه أنا مؤمنة بمقولة علي بن أبي طالب: علموا أولادكم بغير ما علمتم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فأمي ربطني بطريقة كتير شديدة بقدر أفهمها، يعني كنا إحنا بنتين، أبونا توفى وإحنا صغار، فكان جداً شديدة. أنا ما أخدي مدرسة أخرى واتجاه آخر مع أولادي من نفس المبدأ، إنه الظروف تختلف والحياة تختلف، ومرات بدنا كمان ننشئ هذا الجيل ونمشي معاه بخطة تختلف عن اللي مشى معنا وكان معنا. نعم ليان، شو رأيك؟ عن جد الظروف بتختلف، كيف بتقدر تعمل مقارنة بين قبل زمن أمك وهلأ زمنك؟ أي أنا كتير بوافق مع هاي سامية باختلاف الظروف، وبفكر يمكن نقدر نسميه تراكم.
بعيداً عن المقارنات ما بين الجيل الجدات أو الأمهات وجيلنا إحنا اليوم، أنا بفكر الأجيال هي مكملة، هي عملية تراكمية اللي إحنا كل الوقت نبني عليها، وإيش أنا اليوم هو إيش، كيف أمي أخذت من ستة وقامت أشياء، أو كيف أنا بدي أخذ من أمي وهقيم شوية أشياء، هي عملية تراكمية مبنية على تلاؤم وقراءة للواقع المعايش حالياً. بالإضافة إلى أنه إحنا اليوم موجودات لأنه كان في حركة نسوية فلسطينية، إحنا اليوم موجودات لأنه في نساء فلسطينيات اللي كان لهن هالقد مكانة تاريخية في النضال، اتخذوا الأماكن بالصفوف الأولى بالنضال بتاريخنا الفلسطيني. يمكن بديش أقارن وهقول مين اللي مرق بظروف صعبة، لأنه عن جد كل واقع وكل وقت له كل الخاصية تبعته، زي ما كل مجتمع له خصوصية ثقافية، كمان كل زمن له عوامل المؤثرة عليه، بس الحتمي إنه في تراكم، في تراكم تاريخي اللي إحنا اليوم نتاجه. حلو. طيب بدي أسأل سؤال، إحنا تم إنه اخترنا هاي الوجوه من النساء لأنه بنعرف إنه كل واحدة عملت إنجاز في مجالها، بس وقدرت تغير النمط السائد أو النمط الثقافي السائد عن النساء، أنتوا برأيكم كيف قدرتوا كل واحد بمجاله إنه يغير؟ وين حسيتوا حالكم إنه فعلا غيرتوا من النمط الثقافي السائد بالمجتمع العربي عن النساء؟ مين بحب يبلش؟ أسمى هان كالعادة؟ تمام. فهيك انا كامراه فلسطينيه عربيه متضرره من قانون المواطنه، واحد الصعوبات اللي بتعاني منها هاي العائلات هو التعليم. بعطينا مجال ان ننضم لكليات لجامعات، بندفع بتعلم بتاخذ الشهاده، بس ممنوع نكون قدام الدنا، ممنوع نتوظف في الوزارات، ممنوع نتوظف في السلطات المحليه، ممنوع ممنوع. فهذا كان اكبر تحدي لإلي، بانه انا في احد الجلسات اللي كنا في العائلات هاي، كانت جلسه في الكنيسه، فأوران كمان حتى هشفراها هي، لاني دائما بلبس اسود، هشفراها هي تطفي وتامه الالبان، اطلعوها من القاعه، تيرورست ارهابيه. فمن هون انا، هذا حكي من 10 سنين، فانا من هون اللي بستمدها من هاي المواقف، من هاي المحلات اللي انا سهام جبالي، امرأة عربية فلسطينية قيادية مؤثرة في جميع المحلات اللي أنا بتواجد فيها. أنا نجحت بإني أدرك البصمة هاي، إنه الانتماء، أنا إذا بدي أعلم أولادي، بدي أعلم نفسي، أولادي، طلابي، المجموعات النسائية اللي أنا بوجهها، جميع الأطر اللي أنا بتواجد فيها، أنا بحكي عن التطوع، قيمة التطوع اللي إذا أنا بدي أدوتها في مجتمعي، إذا بدي أحكي عن الانتماء أنا بحكي عن التطوع. فتواجدي في الحقل في كل الأطر التطوعية وأجا ليترك بصمة، رسالة لمجتمعنا إنه إحنا ممكن نعمل، ممكن نعطي الوطن وطننا، لنستعيد ملكية الحيز العام، إحنا علينا إننا نتطوع في الأطر هاي اللي حوالينا، نترك بصمتنا التطوعية لنعزز الانتماء عند شريحة النساء. بآمن بكثير بدورنا، دورنا كنساء، كيف بنربي بيوتنا، كيف بنربي أولادنا، كيف بنطلع على الشارع. أحد الإنجازات المهمة اللي أنا بعتز وبفتخر فيها إني أملى ثلاث شباب بأعمار بأجيال اللي هي حامية، موجودة في الحقل 27 22 18. فهنا أنا أعتز وأفتخر كوني أملى لهذول الشباب اللي بجننوا متواجدين معي في كل حقل التطوع، موجودين معي في كل النشاطات التطوعية. فكيف إحنا بنترك أثر، كيف إحنا بننمي شخصياتنا، كيف إحنا بنقدر نترك أثر في كل محل إحنا بنتواجد فيه، في هاي رسالة، رسالة مجتمعية، كيف إحنا نبني ونأسس مجتمعنا بطريقة صحيحة. وإنتوا أحسن من حمل هاي الرسالة المجتمعية. مها، قولي لي كيف قدرتي تغيري النمط الثقافي السائد بالمجتمع العربي بشأن دور المرأة في مجال العمل؟ نفكر إنه مجرد كوننا نساء اللي قدرنا اليوم نتعلم، نتقدم، نوصل للمناصب اللي إحنا موجودات فيها، فهذا بحد ذاته بغير النظرة لإلنا كنساء فلسطينيات. قدرتنا على إنه نيجي ونطرح احتياجات النساء الفلسطينيات بدون أي تأتأة، ونعرف إنه هذا حق، هذا حق بيطلع لنا، هذا مش مني، من أي إنسان، إن كان في النساء بسوق العمل وإن كان بغيرها، فهذا بحد ذاته تغيير. كوني اليوم أم لرايا ولعيد اللي بيرافقوني بالشغل، محاضراتي، وبسمعوا التخبطات وبسمعوا الاحتياجات وبسمعوا شو بتمرق النساء العربيات، فهذا تغيير. وكونهم بيشوفوا الأم اللي هي أم ناجحة واشتغلت وتعبت لتوصل لوين وصلت،
فهذا تغيير. وبفكر إنه قدرتي على الدمج كمان بين العمل القانوني وبين الأكاديمية، وكوني اليوم بالمرحلة اللي أنا قدرت أوصل لها، قدرت أنشر مقال بمجلة عالمية وأحكي فيه على إدارة المشاعر عند العمال والعاملات الفلسطينيات في إسرائيل، وعلى علاقتها بالهوية وبالتعريف تبعنا الشخصي، هذا كمان تغيير. هذا التغيير اللي أنا اليوم عم بقدر أعمله، وغير أنه من خلال شغلي أنا اليوم موجودة بلجان اللي فيها بنحكي على المساواة الجندرية وعلى المساواة تبعت النساء العربيات واحتياجات النساء العربيات. أنا اليوم موجودة بلجنة اللي عم تعمل تحليل جندري للميزانيات وللخطط الحكومية للخطة الخماسية بالمجتمع العربي، اللي من خلالها منشوف كيف هاي الخطط اللي عم تخط وعم ببلش تشتغل، كيف هاي الخطط بتأثر على النساء، كيف بتجاوب على احتياجات النساء، وكيف النساء بالآخر بتستفيد من هاي الخطط، وهلا جد تستفيد وين لازم تستفيد. فمن خلال تجربتي مع النساء واللي بسمعه من تمثيل النساء بالمحاكم واللي بسمعه بالمحاضرات من النساء، بقدر أجيب هاي التجربة وأشوف كيف اليوم الخطط الحكومية بتأثر على النساء وبتجاوب على احتياجات النساء. فهذا بحد ذاته تغيير، هذا بحد ذاته بحط مكان مختلف ومكان اللي هو جدا قوي وقادر على التغيير. طيب بدي أنتقل لليان، عن جد برأيك فعلا إنه الترباية من البيت ممكن إنها تساعد إنه نغير النمط الثقافي السائد مثلا عن المرأة؟ هل فعلا الترباية بالبيت هي فقط كافية لهذا الموضوع؟ أكيد لا، يعني التربية بالبيت هي أساس، لأنه البيت هو النواة الأولى للطفل أو الطفلة بتربوا فيها وبيبلشوا يشكلوا الهوية الفكرية تبعتهم. وبعدها في ملان أطر تانية بتيجي، في عنا إطار المدرسة اللي هني بتعرفوا فيه على كمان أكتر من إطار عائلة، أولاد وبنات الصف، كمان عندك كل النظام المدرسي اللي هو كمان للأسف موجود عندنا، نظام تلقيني أكتر من ما هو نظام مبني على حوار، مبني على أنه أنا أطلع على الطالب أو الطالبة بنظرة تبع أنا وياك بنقدر نتعلم من بعض، يمكن في أشياء أنا أكيد بعرف أكتر، بس أنه هنا في كمان تبادل معرفي اللي ممكن يصير. فالعائلة مش كافية، والأطر الثانية هي كمان شريكة بتشكيل الهوية الفكرية تبعت الطفل. وأنا بفكر يعني إحنا أكيد ما وصلناش لمحل المجتمع تبعنا تغير، أكيد إحنا مش موجودات بمجتمع اللي هو حقق المساواة ما بين الذكر بين يعني ما بين الذكر والنساء، ولكن إحنا طبعاً لا يمكن السؤال السابق حول الأمل أو الدعم إيش اللي بخلينا مكملات، وهذا الإشي إنه إحنا مؤمنات إنه الواقع تبعنا هو غير منصف وغير عادل، وأنا برأيي غير عادل لا يعني غير عادل إلنا كنساء وغير عادل كمان للرجال في بنظرة أخرى. يعني أنا بالنسبة لي بفكر إنه كمان النظام الاقتصادي الرأسمالي مجحد بحق احنا كبشر، وبالتالي هو كمان شريك بكل دائرة العنف. لما احنا عملنا العنف في الواقع من صاحب العمل على العامل، من العامل للمرأة، من المرأة للطفل، والأطفال بالمدرسة هاي حكى عنها دائرة العنف في كارل ماركس. فهذا يعني أكتر من عامل احنا حوالينا، ويمكن الإشي اللي بيساعدنا انه احنا نستمر بمحاولة احداث التغيير هو نظرتنا الشمولية للواقع تبعنا والواقع المركب تبعنا. لأنه للأسف إحنا بفلسطين التاريخية، إن كان بالداخل الفلسطيني أو بالضفة أو بغزة، وبما أنه عددنا هدول الثلاثة فهذا دليل قد إحنا واقعنا مركب أصلاً. فهالقد النظرة تبعتنا بدها تكون شمولية وبتحاكي الواقع بكل التركيبات تبعته، وزي كأنه ما نتطلعش فقط على يعني مثلا ما اطلعش فقط على الداخل 48 او على بس الضفة، هاي النظرة اللي هي لها علاقة بمجتمع صغير بفئة صغيرة من الشعب الفلسطيني، بل انه احنا نقدر نشوف الصورة كاملة عشان نقدر نعرف انه الذكورية شو اصلها. اصلها اكيد نظام مجتمعي، بس كمان اكيد النظام السياسي الموجود عندنا كمان هو عامل مؤثر، كمان النظام الاقتصادي عامل مؤثر. فبالتالي أنا لما بدي أكون شريكة بالتغيير بدي يكون في عندي هاي الرؤية، ليكون في عندي كمان برنامج اللي بحاكي الواقع كما هو، مش بنظرة منقوصة لإله.
طيب خلونا هلا نسمع من سامية كيف بدها تختم لنا هذا موضوع تغيير النمط السائد عن المرأة في المجتمع العربي. أنا فيش عندي كثير إيش أقول بعد المداخلات الأكثر من رائعة، يعني ليان مها اسمهان قدروا عن جد يشملوا كل النقاط المهمة من مختلف المطارح والجهات. بقدر بس أقول إشي واحد، إنه التحدي الكبير تبعنا كوننا أقلية داخل إسرائيل، ومع ذلك بدنا نتمسك بثوابتنا بجذورنا بهويتنا، والشغل قدامنا هو كتير طويل، والتحديات والمطبات والعراقيل هي كتيرة. فمجرد ما إنه إحنا وعيات لهاي النقطة، مجرد ما إنه إحنا عارفات إنه إحنا في هدف قدامنا بدنا نوصله مع كل الصعوبات اللي قدامنا واللي بتواجهنا اللي ذكرتها ليان، كل قضية الرأسمالية والذكورية وكل الشغلات المهمة اللي هي حكاتها لمرات هي بتكونش بتفكيرنا، أو مثلاً منصادفهاش بحياتنا اليومية، أو ممكن مرات في مجتمعات تجمعات بتجهلها نتيجة قلة وعي وإدراك. بس مجرد أنه إحنا الواعيات والناشطات فينا عارفات شو هو الهدف وقدرات يأثروا على محيطن وعلى النساء بمحيطن عشان نمشي هاي الطريق اللي عارفات لوين بدنا نوصل بالآخر، هذا كتير منيح. يعني الوعي هو بالأساس قبل كل إشي. هاي هيك بنقطة واحدين. النقطة الثانية، لأنه ليان حكت أمور كتير مهمة وكتير ملحة، وهون يمكن كمان بفوت دور الإعلام بأنه عن جد نقدر نرفع الوعي، نقدر عن جد نشبك بين الجهات وبين الناشطات وبين التنظيمات والمؤسسات المختلفة الفاعلة بالميدان، عشان نقدر هذا الصوت نبثه ونوصله لشرائح واسعة جدا من المجتمع الفلسطيني بالداخل، عشان نقدر ننهض بمجتمعنا لمطارح اللي احنا بدنا عن جد نوصلها ونكون راضيين عن انفسنا فيها. طيب سامية رح أكمل معك. عنوان حلقتنا هو المرأة الفلسطينية حكاية أمل وتحدي، وحابة أسمع منك رسالة الأمل اللي بتحب تشاركيها بختام هاي الحلقة. أنا مؤمنة إنه لا يأس مع الحياة، إنه كيف ما عصفت بينا الحياة إحنا لازم نكون أقوى من كل العواصف ومن كل العراقيل ونوصل لوين إحنا بدنا، بشرط ما نتخلى عن قيمنا مبادئنا وثوابتنا ورح نوصل. فأنا جدا مؤمنة بالإنسان المؤمن بنفسه، وطبعا مؤمن بربه، يعني إنه هذا من قناعات الدينية. من سار على الطريق وصل. وصل. ليان شو رسالتك، رسالة أمل للنساء اللي قاعدين عم بيسمعونا وللمجتمع، ما بدنا نميز؟ أكيد أنا بفكر تعالي نقول الإيمان بحتمية التغيير وبأهمية التغيير وبوصولنا البطيء للتغيير، لأنه إحنا بنعرف إنه التغيير في هاي القضايا هو مش بيوم وليلة، مش بشهر، مش بسنة، مش بعشرين سنة. التغيير إحنا رح نحسه بفترات يعني طويل الأمد، يعني لقدام إحنا كمان رح نشوفه. ويمكن واحدة من الأشياء اللي أنا ببداية شغلي بجمعية كيان اللي أعطاني الأمل هون بحب أذكره، لأنه مرتبط بفكرة التشبيك اللي هو ائتلاف فضاء. بادرنا لإله ائتلاف فضاء اللي هو ائتلاف لمؤسسات نسوية، ائتلاف عابر للحدود اللي بيضم مؤسسات نسوية فلسطينية ضفة غزة 48، واللي هو صوتنا الحقيقي، صوت النساء الفلسطيني الحقيقي اللي بده يقول احنا هاي الحدود احنا بنعترف فيها، هاي الحدود هي مش رح توقفنا عن انه احنا نقدر نلتحم بهويتنا الجمعية الفلسطينية. فهاي يمكن رسالتي للأمل، انه مع كل الظروف المحيطة لا بلا احنا بنقدر نعمل صوت واحد لنا. ورسالتك انت يا مها شو؟ أنا بدي أعطي أداة أداة اللي بتعطي أمل لكثير نساء. حكينا على الرأسمالية، حكينا على تأثيرها، حكينا على وضع النساء بسوق العمل، على إيش معرفة الحقوق وإيش إذا بناخذ حقوقنا ممكن يعطينا وقديش ممكن يكون رافع لإلنا. فأنا بدي أعطي أداة للنساء من محلي هون، وأقول إنه إحنا في إتخ معك نعطي تمثيل واستشارة مجانية للنساء بقضايا عمالية وبقضايا التأمين،
بدعتي للنساء رقم الخط التوجهات اللي موجود بحيفا بتل ابيب بير السبع، واقول لهم انه عندكم اداه اللي ممكن تعطي امل اداه مجانيه اللي موجود استعملوها. الرقم هو 1-700-50-50-65. وبنروح لاسمهان، اكيد عندها رساله امل كمان وتحدي بدها توصلها لل عم بيشاهدونا هلا ببرنامج على الزوم. يعطيكم الف عافيه. كالتالي احنا بشهر المراه، بشهر اذار، بشهر الثقافي، بشهر النساء، بشهر الام، بشهر الارض، فرسالتي هيك احنا عم بنعاني من السيما من فكره مسبقه معينه انه عدوه المراه هي المراه، فانا هنا رسالتي بانه نسائنا يكون دعم وسند لبعض. النجاح هو مش هيك، النجاح هيك في محل لنا كلياتنا ان نكون نشبك ايدينا في ايدين بعض، احنا بنشكل قوه مضاعفه. فمهم جدا رسالتي لنساء مجتمعي لحبيباتي انه احنا ندعم بعض، نكون احنا دعم وسند لبعض، لنعيد ملكيه الحيز العام، لنعيد بناء مجتمعنا بطريقه صحيحه حضاريه بتجنن. فمهم جدا رسالتي لجميع نساء الارض انه كونوا دعم وسند لبعض. هي رسالتي بكل دعم، بكل محبه، بكل طاقه ايجابيه، ادعموا بعض، حبوا بعض وادعموا بعض. النجاح محل منصه بتوسعنا كلياتنا لما بنشبك صح، بندعم بعض صح، احنا بنوصل لمدى ابعد وابعد بكثير. وانا بتمنى كمان ان المشاهدات اللي حضروا حلقه اليوم من عزوم اخذوا الدعم والمحفز منكم، لانه عن جد وصلتوا رساله الامل والتحدي بطريقه كثير حلوه. واكثر شيء حبيته بهاي الحلقه الابتسامه الصغيرة اللي ضلت برفقتكم طول ما احنا بنحكي بهذا الحوار، هاي الابتسامة اللي شكلت دعم إلي ودعم لإلكم كلكم مع بعض. شكرا كثير لإلكم جميعا، شكرا لإلك مها شحادة سويطات، محامية بجمعية إتخ معك وباحثة في العلوم الاجتماعية. وأيضا أنت صحيح، شكرا جزيلا إلك. وأيضا شكرا لأسمهان جبالي، مربية مؤسسة ومديرة جمعية حقنا بالعيش ومركزة العائلات المتضررة من قانون المواطنة والمتحدثة الرسمية باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ومواجهة مجموعات عرب ويهود وناشطة اجتماعية وسياسية. وأيضا بشكر سامية عرموش، إعلامية ناقدة وباحثة سينمائية وناشطة اجتماعية والناطقة بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي ما بين الأعوام 2006 و2017 ومنسقة إعلامية ومحاضرة مستقلة بموضوعي السينما والإعلام. وأخيرا كمان شكر موصول لليان دريني وهي مركزة مشاريع بجمعية كيان تنظيم نسوي، لقب أول علم نفس ولقب ثاني علم نفس من جامعة بيرزيت. أنا سعدت جدا وسررت واستفدت من تواجدكم معي في برنامج عزوم. ديروا بالكم على صحتكم وألف شكر لإلكم وتصبحوا على ألف خير.